التصعيد يعود مجددا ليخيم على العلاقات الايرانيه بالغرب طهران سارعت للرد على بيان اوروبي انتقد موقفها في المباحثات النوويه المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه وصف بيان فرنسا والمانيا وبريطانيا بغير البناء محذرا من تدمير المسار الدبلوماسي للمباحثات المتحدث دعا الدول الثلاث للعب ما وصفه بدور اكثر فاعليه لانهاء الخلافات القليله المتبقيه الرد الايراني جاء اثر بيان شديد اللهجه من الجانب الاوروبي شكك في نيه ايران بشان العوده الى الاتفاق النووي معتبرا ان مطالبها تقود مباحثات احياء الاتفاق وملوحا بالرد المناسب على التصعيد النووي المستمر لايران ويرى مراقبون ان طهران قد تخسر الدعم الاوروبي خاصه بعد مبادره اوروبيه للحل كان الرد الايراني عليها مخيبا للآمال وفق بروكسل وواشنطن التي اعتبرت ان تعنت ايران اعاد الحوار حول خطه العمل المشتركه الى الوراء. تطورات تأتي بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها أنها لا تستطيع ضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني في ظل استمرار رفض طهران الرد على مسألة المواقع غير المعلن عنها والمشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرح عنها. بالمقابل وصفت إيران التي تؤكد باستمرار سلمية برنامجها النووي تقرير الوكالة الدولية بالمسيس مت واعده بتقديم رد قانوني عليه خلال اجتماع مجلس حكام الوكاله الدوليه الاسبوع المقبل رسائل تصعيديه بين واشنطن وطهران بعد اسابيع من التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشان البرنامج النووي خاصه بعد تجاوز عقبه رفع حرس ثوري من قائمه واشنطن للارهاب لكن تمسك ايران بضروره انهاء تحقيقات الوكاله الذريه في اثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في ثلاثه مواقع لم تعلن ايران عنها سابقا قد يعيد الوضع الى المربع الاول